أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية والتي ستكون محورها كالتالي: عودة الاستقرار لعموم مناطق المملكة يوم الاثنين، أن الرياح نشطة مثيرة للغبار على شمال المملكة خلال ساعات نهار اليوم الأحد وأيضا خلال ساعات مساء الأحد، وطقس دافئ خلال الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا كالعادة بسؤال الأقمار الصناعية ولتوضح تفرق لبعض الغيوم المتوسطة الارتفاع والركامية في منطقة حائل وأجزاء من منطقة القصيم. هذه عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، عملت هذه الغيوم على هطول زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق، في حين ساد طقس مستقر وصافي في عموم مناطق المملكة باستثناء بعض التكونات الرعدية الركامية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. بالانتقال لخرائط هبات الرياح ليوم الأحد، توضح نشاط في سرعة الرياح الغربية على المنطقة الشمالية تحديدا على منطقة القريات وطريف. تعمل هذه الرياح لإثارة الأتربة والغبار، هذه الرياح ناتجة عن امتداد لمنخفض جوي فوق الأراضي العراقية يعمل على نشاط في سرعة الرياح الغربية في عموم منطقة بلاد الشام وأيضا منطقة العراق وشمال المملكة العربية السعودية. بالانتقال الآن إلى خرائط درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، كما ذكرنا في المحاور هناك طقس دافئ خلال الأسبوع الحالي، ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. يوم الأحد يسود طقس معتدل في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، نفس الشيء يوم الاثنين، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء والأربعاء هناك ارتفاع على درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح الجنوبية الدافئة والحارة نسبيا القادمة من جنوب الجزيرة العربية، وبالتالي هناك توقعات بارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. بالانتقال لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال الثلاث أيام القادمة، طقس مستقر يوم الاثنين والثلاثاء، 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، بين 20 إلى 19 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الأربعاء هناك مراقبة حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تؤثر على المنطقة الوسطى تشمل العاصمة الرياض، وبالتالي هناك فرصة لهطول زخات من الأمطار على العاصمة الرياض خلال ساعات مساء يوم الأربعاء بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. يعود الطقس لاستقرار ليلا، 22 درجة مئوية كحرارة دنيا، 30 درجة مئوية كحرارة عظمى. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.